طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ومستشفى القصر العيني الفرنساوي خلصت أعمال إنشاء عيادة متخصصة هتعالج متلازمة ما بعد كورونا، وده علشان يتم تقديم الخدمات الطبية لكل المتعافين من فيروس كورونا، سواء من المتلقين للعلاج داخل مستشفيات جامعة القاهرة أو من الخارج. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي. صباح الخير عليك يا دكتور، ويعني كل العالم بقى بيتكلم عن انت قبل كورونا حاجه وبعد كورونا حاجه، ايه مساله متلازمه ما بعد كورونا وحقيقه انه في يعني اشياء ما بتحدث للجسم ما بعد كورونا فيما يسمى بمتلازمه ما بعد كورونا؟ طبعا حضرتك بتتكلمي في موضوع مهم جدا، لان في كتير جدا بيجيلهم اعراض بعد ما بعد الكورونا، وده اللي بيبقى فيها القصه او الفكره بتاعه انشاء هذه العياده. هي العيادة المقصود بها عبارة عن عيادة مكان فيها بيتلقى فيها مجموعة من الأطباء والأساتذة الاستشاريين المختلفين من التخصصات المختلفة. يعني عندنا احنا عارفين ان احنا ما بعد الكورونا عندنا في مشاكل قد تحدث في القلب، ومشاكل قد تسبب ضربات القلب السريعة، آلام في الصدر، ممكن تعمل لخبطة في الضغط. كل ده بيخلي المريض ما بعد الكورونا مش عارف هل في حاجه ولا مفيش حاجه، فلازم يبقى في هذه المجموعه العياده ما بعد الكورونا القلب. وبرده بالنسبه للتخصصات الاخرى زي الكبد، زي الباطنه، لان الباطنه ممكن الغده الدرقيه، حضرتك عارفه ان ممكن يحصل مشاكل في الغده الدرقيه، وممكن يحصل افرازات الغده الدرقيه يحصل فيها تزيد او تقل، وده ممكن يعمل مشاكل برده تنعكس على الجسم وعلى ضربات القلب. عظيم. طيب دكتور، ايه هو العرض الشائع؟ يعني في حضرتك ذكرت حاجات كتيره جدا دلوقتي، لكن بالتاكيد في عرض ناس كتيره قوي اصيبت بيه فيما بعد كورونا. هو في العرض الشائع هو اكثر حاجه الالام المتفرقه في الصدر اللي بتتشابه مع الام القلب، وده اللي بيخلي دايما المريض في حاله من القلق والتوتر بعد القصه دي. اهم حاجه عايزين نعرفها انه لازم برضه اضافه الى عيادتنا بعد كورونا هي اضافه الحاله النفسيه. لان حضرتك عارف ان في كتير بالذات اللي بيدخلوا المستشفيات، لان هم دول ما بعد كده بيحصل لهم نوع من انواع المشاكل النفسيه، وبالتالي محتاجين برضو الجزء منها التعامل النفسي. اكثر الحاجات الشائعه هي التاثير برضو على الغده الدرقيه وضربات القلب، هم دول اكثر حاجات موجودين ما بعد الكورونا. طيب دكتور عمرو، هل في يعني ناس معرضه اكتر او عرضه اكتر لمساله متلازمه كورونا اكتر من غيرها بعد الاصابه؟ طبعا هو اكثر الناس اللي بيحصل لهم بعض المشاكل هم اللي عندهم مشاكل متعدده، يعني عندهم مشاكل في السكر، في الضغط، في الـ 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 الجسم، في الكبد، كل دي اللي هو عندهم مشكله بيسموهم عاليه الخطوره اللي هم بيصابوا ما بعد الكورونا. هي حاجه مهمه كمان ان المجموعه دي عند احنا بنديهم حاجه اسمها الاجسام المضاده اثناء الكورونا، بقى دي الجديد بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي في القصر العيني الفرنساوي، ان احنا بنخش المريض اللي هو بيصاب بالكورونا بس ليه شروط معينه، بيبقى نسبه الاكسجين كويسه ولسه مصاب بالكورونا، فبياخد الاجسام المضاده بيقعد ساعه ويمشي. ودي تاثيرها ايه يا دكتور؟ دي بتعمل بتضاد بسرعه الكورونا الفيروس، والعيان بيخرج على طول ويكمل علاجه في البيت. طيب هل كل المتعافين يا فندم بتجي لهم متلازمه ما بعد كورونا، ولا في ناس بتخف وخلاص ما بيشوفهم حاجه؟ لا مش كل المتعافين، وفي كتير جدا بتعدي الامور بعد كانه بعد الدور ما بقاش فيه مشاكل خالص. يتوقف على حاجه لو هو مثلا ما عندوش مشاكل او امراض مزمنه؟ لا طبعا، هي لها حاجات كتيره جدا، منها كميه الفيروس اللي دخل، كميه المشاكل اللي موجوده في المريض نفسه او لا. في ناس عندهم يعني عندهم الحاله النفسيه بتبقى بتتغير، فممكن يتاثروا باي اعراض موجوده من بعدها، فبيقلق جدا. في حاجات كتيرة جدا بتفرق من شخص إلى آخر. طيب يا دكتور، بعد الإصابة بكورونا إيه أخطر حاجة أو أكتر حاجة لو حصلت لي أقلق وأتوجه لطبيب؟ هي ضربات القلب السريعة، لأن دي مهمة أوي أوي أوي، أو الكسل ما بعد الكورونا بالذات، لأن ده بيبقى عرض منتشر، فلازم نبحث عن الغدة الدرقية ونشوف إذا كان في مشاكل فيها بسبب الإصابة بالفيروس. عظيم، كل شكر ليك يا فندم دكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، شكرا جزيلا ليك.